لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. ازيكم عاملين ايه؟ معكم كابتن خالد، هكلمكم النهاردة عن أخطاء دايما بنقع فيها في الجيم. ومعانا أول تمرين وهو البار الفلات أو البار المستوي. في غلطة دايما بنقع فيها إنه إحنا بنلعب بالبار بنفرد كوعنا لحد الآخر، ودي غلط جدا، ممكن تسبب لنا ألم في مفصل الكوع مع الوقت. وغلط غلطة كمان ان احنا ما بننزلش لحد الاخر، لازم تنزل لحد صدرك وتطلع قبل ما كوعك يعمل اللوك ده او ان هو يفرد الفردة بتاعت الكوع دي. ده اللعب الصحيح ليها، ان انت تنزل لحد ما تلمس صدرك وتطلع قبل ما تقفل كوعك. تاني تمرينة معايا وهي تمرينة بالدمبل انكلاين او الدمبل العالي. ناس كتير وهي بتلعب التمرينه دي، رغم ان التمرينه دي صعبه، ان يعتبر من اخطر التمارين، بنعمل غلط ان احنا بنخلي الكوع بنخليه لبره. لا، حاول دايما ان انت وانت بتلعب التمرين ده بالذات تخلي كوعك يقفل لجوه سنه. التمرين التالت معانا وهو تمرين الرفرفه الجانبي بالدمبل. ناس كتير بتعمل التمرين ده غلط، وهي ان انت بتقعد تمرجح في جسمك وانت بتلعب التمرين ده، وده الاداء الصحيح انك تلعب بيه التمرين ده، انك تطلع وانت مثبت جسمك وتطلع بكوعك، تخلي كوعك هو اللي يطلع عشان تخلي اكبر حمل على عضله الكتف، ما تخليش الدراع هو اللي يسبق كوعك، لازم تخلي كوعك هو اللي يطلع الاول. ومعانا التمرين ده كمان، التمرين ده ناس كتير بتسميه جهاز الدفع او تجميع لعضله الصدر. التمرين ده في ناس كتير بتلعبه غلط، وهي ان هي وهي نازله بترفع كوعها زي ما هو واضح كده، بترفع كوعها وهي نازله جامد قوي وبتفرد لحد الاخر، برده ده بيوقع حمل على مفصل الكوع وبيبدا ياذي لي كوعي مع الوقت. فلازم ان انا اميل كوعي اللي تحت، ما اخليهوش مرفوع جامد كده وما افردش لحد الاخر، وده الاداء الصحيح ليها. ومعانا التمرين ده كمان، ده تمرين اسمه السحب الارضي، وده في ناس كتير بتعمله غلط، وهو بيفرد ركبته خالص، وده غلط، لازم تخلي فيه تانية بسيطة بس على في الركبة عشان ما تحملش عليها وما تفضلش تتمرجح وانت بتلعب على الجهاز ده بالذات. يعني خلي ركبتك متنية سنة وظهرك ثابت ومفرود وتلعب بالاداء ده بالظبط. ومعانا التمرين ده كمان برضو العضلة الظهر. اكتر حاجة الناس بتعملها غلط ان هي بتنزل بالمسطرة دي، بتنزل بيها تحت خالص وبتفرد بتسيب المسطرة، بتسيبها هي اللي تطلع، وده غلط، لازم انت اللي تطلع وتتحكم في الوزن، تطلع بالراحة وتنزل على طول، تطلع بالراحة وتنزل على طول وما تفردش لحد الاخر. ومعانا كمان تمرين قطنية على الجهاز. التمرين ده ناس كتير بتعمله غلط، وهو التمرين ده اصلا مؤذي جدا وممكن يعمل لك مشاكل في اسفل الظهر. ناس وهي بتلعب التمرين ده بتطلع لحد الاخر، انت لازم تلعب بنفس الاداء ده، ان انت تنزل تقوص لتحت وتفرد ما تطلعش لحد الاخر، ده بيعمل لك الحمل كله على القطنيه بس. وده تمرين تاني برضو للقطنيه بس بالبار. التمرين ده برضو من اي تمرين للقطنيه لو اتعمل غلط بيبدا يأذي لي ظهري جدا. الناس بتلعب التمرين ده ان هي بتطلع بتفرد لحد ورا خالص، وده غلط جدا، انت كده بتعمل حمل على الفقرات بطريقه صعبه وهتاذيك مع الوقت. لازم وانت طالع لازم تقف بس من غير ما تفرد لحد الاخر، يعني تطلع وتبقى في تانيه صغيره على ركبتك وانت نازل عشان ما تشغلش الهامسترنج عندك. ومعانا كمان تمرين التراي بالمسطره. الناس بتعمل التمرين ده غلط بان هما ما بيثبتوش كوعهم جنبيهم وبيخلوا كوعهم داخل لجوه. الاداء الصحيح ليها ان انت تخلي كوعك يطلع لبره سنه وتثبته وتلعب زي كده بالظبط. تمرين الباي بالمسطره. الناس بتعمل التمرين ده ان هما بيلعبوا بسرعه وفي نفس الوقت برضو ما بيفردوش لحد الاخر، وبرضه بتبقاش مثلا شايل وزن وبتقعد تمرجح في جسمك. الاداء الصحيح للتمرينه دي ان انت تقف ثابت وتفرد لحد الاخر، تجيب اقصى مدى للعضله دي زي ما انتم شايفين كده. التمرين ده تمرين الدفع
على جهاز الرجل. التمرين ده فيه خطأين، ان انت بتفرد ركبتك لحد الاخر وبتخلي كعب رجلك يترفع عن الجهاز. انت المطلوب منك ان انت كعب رجلك يبقى ثابت على الجهاز وركبتك ما تقفلش لحد الاخر. وزي ما انتوا شايفين ده الاداء الصحيح للتمرينة دي، تمرين البار السكوات. التمرين ده مهم جدا جدا وبرضه في نفس الوقت خطر جدا. المهم في التمرين ده ان انت لما تيجي تنزل ركبتك ما تعديش مشط رجلك. وكمان برضو مشكلة كعب الرجل برضو ساعات بيترفع في التمرين دي، لازم برضو رجلك كلها تبقى ثابتة على الارض، وبرضو ما تفردش ركبتك لحد الاخر، وتخلي ركبتك تحاول ان هي ما تعديش مشط رجلك. تمرين التجميع بالدمبل. التمرين ده مشهور جدا وفي ناس كتير بتعمله غلط، بان هي بتخلي كوعها يفتح لبره وبتخلي الدمبلين يخبطوا فوق، وده غلط. لازم بتدخل كوعك لجوه وتبدأ تطلع واحدة واحدة، وما تخليش الدمبلين يخبطوا في بعض. وده الأداء الصحيح ليها.